جماعة الخير، أرد أسبق الجيج ذي اللي طار لونه خير شر. تبي شلون طار لونه؟ هذه هنا سبقته، احنا تضافر لونها أبيض، عندي اللون الأسود والجليتر، فنصبقه الجيج ونستخدمه نشوفه نعطيه ألوان حلوة. نستخدمه نشوفه شون. Hi guys, see this jig. I use it so many times. Now is all color and stickers removed with because I use it already. So I'm going to repaint it with the nail polish. See, I repaint this side. And this side, I'm going to show you how to repaint again, for use it again. This is a black nail polish, this is white, and this is glitter. Right? Before you paint it, you have to use sandpaper for remove anything on anything, because you know, when you're jigging, it's hit with the stone, hit with anything, or fish bite or anything like that. So that's why you have to use sandpaper to make it soft. See يا جماعة الخير، لازم هذه الجهة من الناس ما قلت لكم صبغت بحنا تضافر، فبقى هالجهة وذي الجهة، فلازم تحك الجيج بقرطاسة اللي يسمونها قرطاس شامي والله، عشان يصير ملمسه سيدة، يعني مثل ما تقولنا كثر ما يطق بالحصى والسمكي يضرب فيه وهالسوالف، فصير في ضربات صفر هاللون، فانت ضربه قرطاس شامي عشان يصير سيدة. تشوفوا هني انا ضربته ضربه بعد شوي ونشوف شو يصير. خلونا يا جماعة الخير الحين نستخدم اللون الأبيض ثانية بعد حق هذا الجيج. أنا صرت فيه ما شاء الله عليه، استخدمته وايد وطار لونه وما زال كان شقال، يعني على اللي هو انه طاير لونه بعد. انا اعطيه لون بس، وكان لونه سيلفر، على تحت كان خط وردي فوق خط وردي. ان شاء الله بستخدمه وصور لكم فيديو شلون اوكي ولا لا، على حسب المكان، على حسب الماية، وعلى حسب هذي. طبعا تقدر تستخدم جيج، مو كل جيج تقدر تستخدمه اي مكان، في بعض الاماكن لازم يكون لون معين، لون مميز. فيديو السابق اللي حطيت فيه صبغت الجيج لون اسود، شوف شلون الضريه بس ربع ساعة. يا جماعة الخير يعطيكم العافية، قرب الحداق. شوفوا هاي الجيج اللي انا رديت مثل ما يقولون انه صبغته، والله حطيت عليه اللي هو كان استخدمته. اكو تشوفوا يا جماعة الخير اللون الابيض والاسود والجليتر، عشان نشوفه شنو يصيد. حاليا انا موجود موقع الحداق ومنجربه ونوافيكم شنو اصيد فيه
شنو ما صيد فيه. شوف يا جماعة الخير، ها كان لونه سلور وهني فوق كان وردي وتحت وردي. شوف، هاي جايز هاو ار يو، اي وانت تو يوز ذس جيج بيكوز يو نو اي ريبينت ذس جيج بيفور از سيلفر اند بينك. I catch lot of fish for this one, but even it's the color is gone, even the silver is color gone, pink color is gone. I was using this one. I still was catching trevally fish and barracuda and so many fish, but today I repaint with the nail polish. White nail polish, black dot is a black dot for a black nail polish. If you see the dot, something is shining, is the glitter. It's also nail polish. Let me to use it. I will give you the result. يا جماعة الخير، توني منزل الجيج، شوفوا هذه نيسر، نفس الجيج اللي أنا صبغته، شوفوا أكو قدامكم هالجيج اللي صبغته بحنة أظافر. Thank you.
نفسه اللي رديت سباقته. شوفوا هالجك.